السلام عليكم. بحلقة اليوم بدي اقترح عليكم طريقة لتناول الزنجبيل والاستفادة منه رغم نفوركم منه. الزنجبيل معروف بخصائصه العلاجية، يعتبر من المضادات الحيوية الطبيعية، بيقضي على الجراثيم، بكافح نزلات الصدرية وأمراض التنفس والحنجرة وكتير من الفوائد التانية. فخسارة كبيرة انكم ما تستفيدوا منه. بهالحلقة رح تلكم على طريقة تخليكم ما بس تتناولوه بل تصيروا ترغبوا وتشتهوا. بيلزمكم كوب من عصير البرتقال الطازج، وموزة، ورشة زنجبيل. إذن بحط الموزة بالخلاط وبضيف عصير البرتقال مع رشة زنجبيل خفيفة مثل هيك. بخلطهم بالخلاط وبتسكبهم بكوب وبتشربه. نكهة لذيذة جدا. الزنجبيل كتير بينسجم مع الحمضيات، والموز معروف بنكهته اللذيذة المنعشة. فيكم بدل الموز تستخدموا الأناناس أو المانجا أو الجوافة، كله بينسجم. الحلو بهالطريقة إنه المذاق لذيذ جدا، وصار فيكم تخلوا الأولاد يتناولوا الزنجبيل لكن بكمية أخف من اللي استخدمتها، وطبعا بدون ما تخبرهم، لأنه العصير منضف له بدون ما تخبرهم إنه العصير منضف له الزنجبيل. وتنبيه بخصوص الأطفال تحت الخمس سنوات، الزنجبيل حامي عليهم، الأنسب ما يتناولوه بالمرة. الشيء الجيد كمان بهالطريقة هو انه الانسان لما يكون مريض احيانا بيفقد الشهية على الاكل، بس بتضلها فاتحة على الفاكهة خاصة الحمضيات، فبيمرر الزنجبيل مع العصير بيستفيد من قدراته العلاجية. الزنجبيل لازم تتناولوه من وقت لوقت لانه بيقضي على الجراثيم وبيعمل وقاية من الامراض الخبيثة، وما بس هيك بيقضي على الالتهابات بالشرايين. كتير من الجلطات بتحدث بسبب الالتهابات بالشرايين، فبتضيقها وبتعرقل الدورة الدموية. الزنجبيل بيقضي على الالتهاب ويرجعها سالكة. ما بس هيك بيدوب الشحوم، ومعروف انه من افضل المسيلات الطبيعية للدم. فشو ناطرين تمدخلوا بنظامكم الغذائي؟ لكن باعتدال 3 مرات بالاسبوع مثلا بيكون ممتاز. الحلقة انتهت. إذا حابين تشوفوا المزيد اضغطوا على الرابط أسفل هالشريط، أو فتشوا في اليوتيوب تحت إيهاب بلانيت كلمة واحدة، وما تنسوا تعملوا لي سبسكرايب. إلى اللقاء.